بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن انبساط الأرض. مثل ما تلاحظون في الصورة، تبدو الكرة الأرضية مثل كرة زرقاء جميلة وهادئة أيضا، وعند مقارنتها ببقية الكواكب في المجموعة الشمسية، نرى بأن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يمتاز بسطح موهد ومنبسط وقابل للحياة، يعني مستقرة ومريحة. فالأرض تتميز بتصميم جميل ورائع، بحيث تبدو لنا منبسطة عندما نسير عليها، مع أنها كروية. ولولا هذا التصميم لم نستمتع بالحياة على ظهرها. هذه الميزة قد أشار إليها القرآن في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والأرض وما طحاها، سورة الشمس آية 6. ومعنى طحاها أي بسطها، والله أعلم.